السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عماد. اليوم موضوعنا حول تغيير الريش عند الطيور، فالطائر خلال هذه الفترة أخواني سوف يسقط منه حوالي 3000 ريشة كاملة، وهذا ما سيعرضه للأمراض وللضعف من خلال هذه الفترة الحساسة عليه، لأنه سوف يخسر كثير من البروتينات الناتجة عن تساقط الريش. ونبدأ بمشاهدة الطائر كيف بدأ يسقط بعض ريشاته القليلة في الأيام الأولى، ثم بعد ذلك نبدأ بمشاهدة الريش الكثيف متساقط في أرضية القفص، وهو يدل على أن الطائر قد دخل فعليا في موسم تبديل الريش، ويجب علينا وقتها الاستعداد لمد الطائر بالغذاء المنوع وكذلك الفيتامينات اللازمة. ونبدأ بمد الطائر الفيتامينات اللازمة لكي تساعده على المرور من هذه الفترة بكل سهولة، مثل فيتامين ميتافيت. هذا الفيتامين نقدمه لكي يتخلص الطائر من الريش بكل سهولة وبدون مخاطر، وكذلك مده بفيتامين آخر اسمه كالسيليوكس. هذا الفيتامين يمد الطائر بالكالسيوم ويزيد جمال لريش الطائر. وفي هذه الفترة يجب علينا تقديم الغذاء المنوع للطائر، لأنه افتقد إلى كثير من طاقته، ويجب علينا تعويض ما خسره، وكذلك إعطاؤه الفواكه والبيض المسلوق والخضار أكثر من ذي قبل، لأنه يلزمه أن يتغذى جيدا. وكذلك لا ننسى أن نقدم للطائر وعاء للاستحمام لكي يسهل عليه إخراج الريش القديم ونبات ريش جديد مكان القديم. وبعد شهرين يخرج الطائر من موسم تبديل الريش ويدخل إلى فترة أخرى تسمى فترة الراحة، وتبقي حوالي شهر ونصف يبدأ في استرجاع تغريده وطاقته شيئا فشيئا. وملاحظة أخيرة، إن في نجاح خروج الطائر بسلام من تبديل الريش هو نجاح في تزاوجه وتخصيب بيضه، ويكون تغريده تغريد قوي وجيد. والسلام عليكم.